هذا سائل يقول: ما الفرق بين من وقع في الكفر وبين الحكم عليه بأنه كافر؟ من وقع في الكفر يقال هذا فعل الكفر، وقع منه الكفر، فإن كان يعني جاهلا ما عرف فإنه لا يبادر بالمؤاخذة، لكن يبين له حتى يتجنب هذا الشيء، حتى يتجنب، ما هو قلنا يعذر بالجهل أنه يترك، لا، يبين له، فإن رجع وتركه وإلا يحكم عليه بالحكم اللي ينطبق عليه من شرك أو كفر. نعم.